السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المرة الثانية اللي أنا بظهر فيها في القناة من يوم ما تأسست تقريبا من 3 سنين. بتمنى كنت أظهر بصورته وكنت وضع أحسن من هيك، في أجواء أحسن من هيك، مش دمار ومش إن شاء الله لو قدام تتحسن أموره بتشوفونا. السلام عليكم. هذا طبعا محيط بيت العيلة، كنت راح أقعد منطقة فاضية وقلت راح أروق بعد شوية، وهذا اللي والله صورنا شوية، طلعنا نقعد على السطح وقلنا بدنا نبات غاب، جبنا معانا أكل وشرب وقلنا هاي براد وعشان حيطان مكسر وهذا وفيش حد وروقان، قعدنا قلنا بسم الله وقعدنا في الليل. والله المهم سهرانين في الليل، والله صار ايش هواية قريبة ضل مو الاسعافات، وهذا حاولنا نصور ونقرب عتنا ما لا في إضاءة ولا شيء، ساي الاسعافات وهي بتجري، وحاولنا نقرب الصورة أكثر ما قدرنا. بتمنى تدعمونا بمزيد، شكرا.